السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابنا الأعزاء، نرحب بكم في بداية العام الدراسي الجديد ونتمنى لكم الموفقية والنجاح إن شاء الله. طبعا أحب أن أعرفكم بنفسي، أنا الأستاذ الدكتور سماح أحمد كاظم الجبوري اللي راح أدخل لكم في مادة الميكروبيولوجي وتحديدا الجزء الخاص بالبكتيريا، إضافة إلى مجموعة من الأساتذة اللي راح يشاركوني في تدريس هذه المادة. طبعا الجزء أو مادة الميكروبيولوجي هي عبارة عن جزئين، الجزء النظري والجزء العملي، وإن شاء الله نتعاون معكم في إكمال هذه المادة. أمنياتي لكم بالنجاح والموفقية. محاضرتنا لهذا اليوم هي عبارة عن Introduction to Microbiology. طبعا في البداية لازم أن نعرف شنو معنى الميكروبيولوجي. الميكروبيولوجي هو عبارة عن دراسة الأحياء المجهرية الدقيقة التي لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة فقط باستخدام الميكروسكوب. فإذا هو the study of microorganism, a large and diverse group of microscopic organisms which must be viewed with a microscope that exists as single cell. ممكن أن تظهر هذه الكائنات كخلايا أحادية or cluster cells اللي هي تجمعات من الخلايا. هذا العلم أو هذه الأحياء المجهرية تشمل لي الفيروسز. طبعا الفيروسز هو microscopic but not cellular، غير خلوي، بالإضافة إلى أنها تشمل البكتيريا، تشمل الفطريات وإلى آخره. نتناول الآن موضوع importance of microbiology. أكيد هذا الميكروبيولوجي إلى تطبيقات ممكن الاستفادة منها في المجالات المختلفة، فإحدى هذه التطبيقات أنه ممكن الاستفادة منها in biomedical research، في البحوث الطبية الحياتية، creation of medicine، أيضا environmental application and new research tools. بالإضافة إلى أنه بعض أنواع البكتيريا لها دور في عملية النيتروجين فيكسيشن اللي تستخدمها بعض النباتات. بعض أنواع البكتيريا والفطريات مهمة في عملية الديكومبوزيشن اند ريسايكلينج اوف ماتيريالز، إعادة التدوير لبعض المواد. أيضا ممكن أن أستفاد من عنده وين؟ في الاندستري أبليكيشن، في التطبيقات الصناعية، ويست مانجمنت، فود اندستري، ميديسين، ريسيرش أند بايوتكنولوجي إلى آخره. بما أنه هذا الفصل الدراسي يقتصر على دراسة البكتيريا، إذن لازم نتناول الأناتومي أوف بكتيريا. ما هي الخلية البكتيرية؟ الخلية البكتيرية عبارة عن بروكاريوتيك سيل، خلايا أحادية النواة، which is simpler and smaller than eukaryotic cell، الخلايا متعددة الأنوية، lacking a nucleus، تفتقد للنيوكليوس and the other organelles اللي موجودة في الإيوكاريوتيك سيل. النيوكليار ماتيريال عبارة عن single chromosome present in direct contact with cytoplasm. إذن النيوكليار ريجن اللي موجودة في البروكاريوتيك سيل called nucleoid. بالنسبة للبروكاريوتيك سيل تتكون من two regions، المنطقة الأولى اللي هي راح تكون outside عبارة عن flagella or pili. هذه الستركتشرز اللي هي الأصوات أو الأهداب اللي موجودة بالخلية البكتيرية عبارة عن projection from cell surface، امتدادات من السطح الخلية البكتيرية. لها وظائف متعددة، ممكن أن تسهل لي الفاسيليتيت الموفمنت، ايضا الكوميونيكيشن بتوين بكتيريال سيل. كستراكشر بالنسبه لهذه التراكيب هي عباره عن بروتينز. اما المنطقه الثانيه اللي هي الانكلوزنج ذا سيل of bacteria اللي هي ال cell envelope. ال cell envelope اللي يتكون من ال cell wall covering by plasma membrane. بعض أنواع البكتيريا تحويل على تركيب آخر اللي هو الكبسول، وسنعرف هذا التركيب إيش يشمل ومين يتكون. بالنسبة للانفلوب هذا ينطيني rigidity، ينطيني صلابة للخلية البكتيرية. separate the interior of the cell from the environment، يسوي لي عزل لداخل المحتوى البكتيري عن البيئة الخارجية. أيضا ممكن أن يخدم ك protective filter، حماية يوفر للخلية البكتيرية. الأغلب البروكاريوتيك سيل حاوية على السيل وول، ما عدا عندي بعض الإكسبشن اللي هي بكتيريا المايكوبلازما والثيرموبلازما. بالنسبة لهذه البكتيريا ما تحويلي على السيل وول، لأن هي ما تحويلي على طبقة البيبتيدوغلايكان اللي هي الأساسية في تكوين السيل وول. أيضا
هذه الطبقة ممكن أن يعني نستخدمها في وظائف أخرى، أنه تنطيني barrier against exterior forces، القوة الخارجية اللي ممكن أن تأثر على الخلية البكتيرية. أيضا ممكن أن تحميها من الفاينال برستنج السيتولايسيس اللي يحدث للخلية نتيجة الأوزماتيك بريشر أجينست الهايبوتونيك انفايرومنت. جدول أدناه يوضح بعض الفروقات بين البروكاريوتيك أند إيوكاريوتيك سيل، وأكيد أغلب هذه الاختلافات مرة عليكم وإن شاء الله نراجعها سوا. بالنسبة للتيبيكال أورغانيزم فور بروكاريوتيك سيلز اللي مثال اللي أدنا هو البكتيريا أور الأركيا، لكن بالنسبة للإيوكاريوتيك راح يكون البروتيستا فانجاي بلانت أنيمال. تيبيكال سايز من 1 إلى 10 ميكرومتر بالنسبة للبرو، لكن من 10 إلى 100 ميكرومتر بالنسبة للإيوكاريوتيك. Type of nucleus مثل ما ذكرنا قبل شوية no real nucleus بالنسبة للبروكاريوتيك، فقط nucleoid region. أما بالإيوكاريوتيك فتوجد real nucleus with double membrane. بالنسبة للDNA في البرو راح يكون circular بينما بالإيو راح يكون linear. بالنسبة للRNA والبروتين synthesis راح تكون في البروكاريوتيك in cytoplasm، لكن في الإيوكاريوتيك راح تكون الRNA synthesis inside the nucleus بينما البروتين synthesis راح تكون داخل السيتوبلازم. بالنسبة للرايبوسوم الوحدات الرايبوسوم راح تكون 50 and 30 S بينما في الإيو راح تكون 60 and 40 S. السيتوبلازميك ستراكشر فيرفيو ستراكشر بينما هذه اللي راح تكون متعددة أو هايلي ستراكشر راح تكون موجودة بالسيتوبلازم. سيل موفمنت البروكاريوتيك بالفلاجيلا ممكن أن تتحرك بها بينما بالإيوكاريوتيك فلاجيلا سيليا فيليوبودا اللي راح تكون لاميليوبودا إلى آخر. ميتوكوندريا ما راح تكون موجودة في البروكاريوتيك بينما بالإيوكاريوتيك 1 to several thousands يعني أعداد كبيرة جدا راح تكون موجودة في الإيوكاريوتيك. الكلوروبلاست أيضا غير موجودة في البرو لكن في الإيو موجودة وتحديدا في الألجي أند plants. Organization بالنسبة للبرو راح تكون single cell، بالنسبة للإيو راح تكون single cell colony multicellular organism with specialized cell. Cell division بالنسبة للبرو راح يكون binary division simple division، بالنسبة للإيو راح يكون mitosis or meiosis. بالنسبة للإكسترا سيلر structures اللي موجودة في الأوتسايد of bacterial cell، أول ستراكتشر عندنا اللي هو الكبسول المحفظة بالعربي التسمية مالته. The cell capsule is very large structure gelatinous in their nature present in bacteria outside the cell wall. طبعا بالنسبة للكبسول تعتبر كفيرولنس فاكتور. معنى فيرولنس فاكتور بالعربية هو عامل الفوعة. هذا عامل الفوعة أو هذا الفاكتور enhance the ability of bacteria to cause disease يساعد أو يرفع من قدرة البكتيريا في إحداث المرض. هذه الكبسول تختلف التركيب مالتها باختلاف الأنواع البكتيرية، قد تكون بوليسكرايد as in meningococ، قد تكون بوليبيبتايد as in bacillus enterasis، أو قد تكون هايلورونيك أسيد in streptococcus pneumonia. هذه الكبسول تعتبر انتيجينيك. من أذكر كلمة انتيجينيك معناها أنه إلها القدرة على تحفيز الجهاز المناعي وتوليد الانتيبادي ضد هذا المستضد، فإذا هي مستضد خارجي يدخل إلى الجسم. The capsule has antiphagocytic function. ممكن أن تقاوم عملية البلعمة اللي تحدثها الخلايا البلعمية في الجسم الميكروفاج. So it determines the virulence of many bacteria. It also play a role in attachment of the organism to mucous membrane. التركيب الثاني اللي يشمل الإكسترا سيلور ستراكشر هي الفلاجيلا الأطواف. طبعا الفلاجيلا هي عبارة عن organelles of cellular motility متخصصة في حركة الخلايا البكتيرية. Arise from cytoplasm and extrude through the cell wall. طبعا راح تكون long, thick, third like appendage امتدادات سميكة وطويلة من السطح الخلية البكتيرية. البروتين الذي تتكون منه هذه الأصوات يسمى بالفلاجيلين. أيضا عندنا ثلاث أنواع لترتيب هذه الأصوات.
يا اما تكون مونو تراكيف سنجل بولر فلاجيلم، او تكون لوفو تراكيف ملتيبل بولر فلاجيلم، او تكون بيري تراكيف فلاجيلا ديستريبيوتد اول اوفر ذا انتاير سيل. التينينج ممكن ان تتطبق هذه الفلاجيلا with basic فوكسين makes the flagella visible in light microscope. التركيب الثالث اللي يقع ضمن الاكستراسيلر ستراكشر هي الفيمبريا اور البيلي، اللي هي عباره عن شورت اند ثين هير لايك فيلامنت، خيوط رفيعه رقيقه قصيره راح تكون فورميد اوف بروتين. البروتين اللي تتكون من عنده يسمى بيلين. ايضا بالنسبه للبيلي تعتبر انتيجينيك ستراكشر، قبل شويه ذكرت بما انه هي انتيجينيك ستراكشر اللي هي القدره على تحفيز الجهاز المناعي في انتاج الانتي بودي. فيمبريا ار ريسبونسبل for attachment of bacteria to specific receptors of human cells. إذن تساعد في عملية الادهيرنس between البكتيريا and human cells. أيضا بعض أنواع البلي تسمى بالsex billy اللي involved in conjugation في عملية الاقتران الوراثي. ننتقل للتركيب الآخر اللي هو السيليا. السيليا are especially notable on the single-celled protozoan. They are composed of cell membrane that contain microtubules. أيضا هذه التراكيب الموجودة بالخلايا البكتيرية move material like this present in respiratory system، مشابهة ل يعني حركة الخلايا اللي موجودة في respiratory system اللي تحويلي على mucus secreting cells lining the trachea and bronchi. And ciliated epithelial cells that move the mucus ever upward. بالنسبة للسيل وول of bacteria هو عبارة عن strange layer composed of substance اللي هي عادة ما تسمى بالميورين ميوكوبيبتايد أور بيبتيدوغلايكان، وطبعا هذه التسمية الشائعة بالنسبة لهذه الطبقة. هذه الطبقة لها فائدة بالأوزماتيك بروتكشن، أيضا تلعب دور in cell division، أيضا تخدم بالبيوسينثيسيس of bacterial cells. أيضا هذه الطبقة تحويل الانتيجينيك ديترمينانت of cell surface. بالإضافة إلى ذلك أنه جزء من مكونات هذه الطبقة هو اللايبوبوليسكرايد اللي موجود بالجرام نيجاتيف بكتيريا. طبعا أنا أحب أن أسألكم سؤال، ما هو الفرق بين الجرام نيجاتيف بكتيريا والجرام بوزيتيف بكتيريا؟ وأتمنى أشاهد الإجابة مالتكم في التعليقات. نرجع ونقول انه هذا اللايبوبوليسكرايد اللي موجود بالجرام نيجاتيف بكتيريا مسؤول عن الاندوتوكسين اكتيفيتي لهذا النوع من البكتيريا. السؤال الاخر اللي يطرح نفسه، ما هو الفرق بين الاندوتوكسين والاكزوتوكسين؟ وانتظر اجاباتكم على هذه الاسئله. بالنسبة لطبقة البيبتيدوغلايكان عبارة عن كومبلكس بوليمير تتكون من ثلاث أجزاء رئيسية. الباك بون مالتها هو عبارة عن alternating N-acetyl glucosamine and N-acetyl muramic acid. ترتبط بستة ترابيبتايد سايد تشين اللي راح ترتبط بالN-acetyl muramic acid. زين، التترابيبتايد سايد تشين تتكون من مجموعة من الأحماض الأمينية. راح نشاهد بالموقع نمبر 1 الألانين اللي مباشرة يرتبط بالN-acetyl نيوراميك أسيد. الموقع نمبر 2 راح نشاهد الدي جلوتاميت أو سبستيوت الدي جلوتاميت. بالموقع نمبر 4 راح نشاهد الدي ألهينين. فقط موقع 3 أو هو البوزيشن نمبر 3 راح نشاهد اختلاف بين الجرام بوزيتيف والجرام نيجاتيف. بالجرام نيجاتيف بكتيريا راح نشاهد داي أمينو بالميك أسيد، بينما بالجرام بوزيتيف بكتيريا راح نشاهد الألايسين. إذن باختصار طبقة البيبتيدوغلايكان تتكون من ثلاث أجزاء، أنستيل كلوكوزامين، أنستيل ميوراميك أسيد، بالإضافة إلى تترابيبتايد سايد تشين. هذه التترابيبتايد سايد تشين متشابهة في البوزيشن نمبر 1 2 4 إن both gram positive and gram negative bacteria. فقط الاختلاف in position number 3 راح نشاهد بالجرام negative bacteria diaminopelmic acid، بينما بالجرام positive bacteria راح نشاهد الالايسين موجود فيها. Diaminopelmic acid is a unique element of bacterial cell wall. It's never found in the cell wall of archaea or eukaryotic. Diaminopelmic acid is the immediate precursor of lysine in the bacterial biosynthesis of that amino acid.
بالنسبة إلى طبقة البيبتيدو جلايكان اللي موجودة في الجرام بوزيتيف بكتيريا، تكون سميكة بحيث تصل إلى 40 شيتس أوف بيبتيدو جلايكان بما يشكل 50% أوف سيل وول ماتيريال. بالمقارنة مع الجرام نيجاتيف بكتيريا يكون عدد طبقات البيبتيدو جلايكان قليل بحيث يتراوح من 1 إلى 2 شيت بما يعني يقارب 5 إلى 10% من السيل وول ماتيريال. إذا تلاحظون بالشكل اللي أمامكم التركيب طبقة البيبتيدو جلايكان في الجرام بوزيتيف بكتيريا والجرام نيجاتيف بكتيريا، نلاحظ الجرام نيجاتيف بكتيريال سيل وول للأعلى الأوتر ليبيد ممبرين، ومن ثم طبقة البيبتيدو جلايكان اللي هي طبقة رقيقة راح تكون من 1 إلى 2 شيت، ومن ثم البلازما ممبرين. ننتقل إلى الشكل الآخر اللي هو الجرام بوزيتيف بكتيريال سيل وول، لاحظ بالجزء الأعلى لايبوتيكوك أسيد ومن ثم طبقة سميكة من البيبتيدو جلايكان وفي الأخير لاحظ البلازما ممبرين. إذا نلاحظ مكونات هذه الطبقة من البيبتيدو جلايكان راح نشاهد وجود الان اسيتيل جلوكوز أمين ومن ثم الان اسيتيل ميوراميك أسيد. أنواع الأحماض الأمينية المرتبطة بها إذا تلاحظون للأسفل الألاينين اللي هو بوزيشن نمبر 1، دي جلوتاميت بوزيشن نمبر 2، واللايسين في البوزيشن نمبر 3، ودي الانين في البوزيشن نمبر 4. في حالة كون البكتيريا جرام نيجاتيف يعني سيل راح نشوف في الموقع رقم 3 راح نشوف بدل اللايسين داي امينو بالميك اسيد. ننتقل الان الى السبيشال كومبيننت اوف جرام بوزيتيف سيل وول. من المكونات الأساسية الموجودة في الجرام بوزيتيف سيل وول هو التيكويك أسيد كونتينينج جليسرول فوسفيت أو ريبيتول فوسفيت. هذا التيكويك أسيد يكون بنوعين، يا إما وول تيكويك أسيد ويكون رمزه WTA هذا يرتبط مع البيبتيدو جلايكان، أو ممبرين تيكويك أسيد MTA هذا يرتبط مع الممبرين جلايكوليبيد. وبما أنه يرتبط مع الليبيد فإذا التسمية الثانية إلى لايبوتيكويك أسيد LDA. من المكونات الثانية اللي موجودة في الجرام بوزيتيف سيل وول هو تيكرونيك أسيد. هذا تيكرونيك أسيد يشكل 50% من الدراي ويت أوف ذا وول and 10% من الدراي ويت أوف ذا توتال سيل. هذا التيكورونيك أسيد synthesized in place of تيكويك أسيد when phosphate is limiting لما يكون أكو شحة بالفوسفيت. بعض أنواع الجرام بوزيتيف بكتيريا تحوي لبوليسكرايد مولكيولز. بالنسبة للسبيشال كومبيننت اوف جرام نيجاتيف سيل وول، عندنا مجموعة من المكونات اللي ترتبط بالجدار الخلية البكتيرية السالبة لصبغة جرام. اولها الاوتر ممبرين. الاوتر ممبرين هو عبارة عن باي لايرد ستراكشر يحتوي لي على السبيشال شانلز consisting of a protein molecule called porine that permit تسمح للpassive diffusion of low molecular weight hydrophilic compound like sugar, amino acid and certain ion to across among it. التركيب الآخر اللي موجود هو اللايبوبوليسكرايد LPS واللي هو من المكونات الأساسية بالجرام نيجاتيف سيل وول. هذا مين يتكون؟ يتكون من الكومبلكس أوف جلايكوليبيد كولد ليبيد أي. هذا يرتبط بالبوليسكرايد اللي هي راح تكون عبارة عن كور يعني عدد قليل من السكريات اللي ترتبط بيها with terminal series of repeat units من الفاتي أسيد. بالنسبة للليبيد أي phosphorylated glucose amine disaccharide unit to which are attached a number of long chain of fatty acid بحدود 14 فاتي أسيد راح تكون موجودة اللي هي تكون unique to this lipid. البوليسكرايد كور يعني في جميع الجرام نيجاتيف بكتيريا راح تكون سيميلر، تتكون من 2 شوغرز اللي هي الكيتو ديوكسي اوكتانيك اسيد KDO اند هيبتوز. هذا ال LPS يعتبروه هو التوكسيك للانيمالز. قبل شويه ذكرنا انه ال LPS هو المسؤول عن التوكسيسيتي في الجرام نيجاتيف بكتيريا، هو المسؤول عن الاندوتوكسين او جرام نيجاتيف بكتيريا. وسالتكم قبل شويه انه سؤال ما هو الفرق بين الاندوتوكسين والاكزوتوكسين. هذا يرتبط ويا سيل سيرفيس اند ريليز اونلي وين ذا سيل ار لايز.
الال بي اس راح يصير له سبليت، راح ينقسم انتو ليبيد اي اند بوليسكرايد اللي هي الكور بوليسكرايد. ذا توكسيسيتي اسوسييتد وذ ليبيد اي، مركز السميه بالال بي اس تكون مرتبطه بالليبيد اي وهو المسؤول عن التوكسيسيتي فور انيمالز. هذا الـ LPS ينطوه مصطلح اللي هو يسمى بالـ O antigen. هذا من ذكرت antigen معناها مستضد خارجي، لما يدخل للجسم راح يحفز الإميون ريسبونس حتى تكون لي الانتيبادي. فالانتيبادي اللي راح تتكون ضد هذا الـ O antigen هي أنتي O انتيجين. طبعا راح يكون هايلي اميونوجينيك، يعني فعال مستضد فعال ان فيرتبريت انيمالز. من المكونات الاخرى اللي هو اللايبوبروتين، لايبوبروتين كروس لينك ذا اوتر ممبرين اند بيبتيدو جلايكان. هذا مين يتكون؟ يتكون من 57 امينو اسيد ريبريزنتنج ريبيت اوف 15 امينو اسيد سيكونس، بالاضافه الى البيريبلازميك سبيس اللي هو السبيس بتوين انر اند اوتر ممبرين، هذا يسموه بيريبلازميك space contains the peptidoglycan layer and gel-like solution of a protein. لاحظ في الشكل أدناه cell wall of gram positive بالمقارنة مع gram negative bacteria. إذا تلاحظون فيما يخص gram positive bacteria نشاهد التكويك أسيد هذا اللي لونه أحمر بالشكل متلون، واللايبوتكويك أسيد اللي لونه أصفر بالإضافة إلى وجود surface protein. هذا كله يقع ضمن طبقة البيبتيدوغلايكان. إذا تلاحظون أنه هذه الطبقة هنا سميكة، قبل شوية ذكرنا أنه توصل ممكن إلى 50 شيد في جرام بوزيتيف بكتيريا، ومن ثم نلاحظ السيل ممبرين وفي الاخير الفوسفوليبيد. اما بالنسبه الى شكل الجرام نيجاتيف بكتيريا راح نلاحظ وجود لايبوبوليسكرايد اللي هو الال بي اس والسيرفيس بروتين، هذا كله ضمن الاوتر ممبرين، ومن ثم نلاحظ وجود اللايبوبروتين، ومن ثم طبقه البيبتيدوغلايكان اللي هي راح تكون طبقه رقيقه من شيت الى شيتين، وبعد ذلك راح يكون هنالك السيل ممبرين. فاذا في الجرام بوزيتيف لا يوجد LPS، فقط تكويك أسيد ولايبوتكويك أسيد أو تكرونيك أسيد، بينما في الجرام نيجاتيف بكتيريا يوجد اللايبوبوليسكرايد وهو LPS. ننتقل الآن إلى موضوع السيل ممبرين. السيل ممبرين أيضا يطلق عليه في بعض الأحيان البلازما ممبرين، وظيفته ينطيني boundary of the cell، إحاطة للخلية البكتيرية، separate the internal metabolic events from the external environment، يسوي لي عزل بين داخل والخارج الخلية، أيضا control the movement of material into and out of the cell. The membrane is very selective of material that allow to pass through. لذلك يطلق عليه مصطلح selective permeability، اختيار النفاذية. فمثلا انه يسمح للأكسجين and neutron to enter the cell while keeping toxin and waste out of the cell. The plasma membrane هو double phospholipid membrane or lipid bilayer. يتكون لي من non-polar hydrophobic cells pointing toward the inside of the membrane and polar hydrophilic head forming the inner and outer surface of the membrane. الميكانيزم of transport across the plasma membrane or across the cell wall include the following. أولا passive transport اللي هو عبارة عن movement of substance down a concentration gradient and doesn't require energy using the following. The plug flow اللي هو collective movement of substance in the same direction of the force. المثال مالتها هو blood moving through the vessels اللي هو pressure blood pressure. المثال الآخر simple diffusion اللي هو عبارة عن net movement of substance from an area of higher concentration to an area of lower concentration. Facilitated diffusion is the diffusion of solutes through channel protein in the plasma membrane. Osmosis is the diffusion of water molecule across a selectively permeable membrane. Dialysis is the diffusion of solute across a selectively permeable membrane. النوع الثاني من الميكانيزم of transport across the cell membrane هو الactive transport، وهو عبارة عن movement of solute against a gradient require an energy usually in the form of ATP. من الأمثلة على هذا النوع من الترانسبورت عندنا البروتين بامز اللي هي عبارة عن transport protein in the plasma membrane transfer solutes such as small ion sodium potassium amino acid and monosaccharide. أيضا هذه البروتينات اللي تتعلق
المتعلق بالactive transport are also known as ion pumps. Protein pumps are catalyzed in the splitting of ATP to ADP and phosphate, so they called ATPs enzyme. The sodium potassium pump اللي هي المثال على هذا النوع من الترانسبورت selectively أو يعني move sodium out of the cell and potassium into the cell and are essential in the transmission of nerve impulse and muscular contraction. أما بالنسبة إلى النوع الثالث من الترانسبورت أو الميكانيزم أو الترانسبورت اللي هو الفيزيكولار ترانسبورت اللي هو عبارة عن فيزيكولز أو أذر بوديز إن سيتوبلازم موف ماكرو موليكيول أو لارج بارتيكل أكروس ذا بلازما ممبرين. هذا عندنا نوعين يشمل. النوع الأول اللي هو الإكزوسايتوسيس هو عبارة عن البروسيس وين فيزيكولز فيوجن وذ بلازما ممبرين أند ريليزينج ذير كونتينت تو ذا أوتسايد أوف ذا سيل. هذه راح تكون common when the cell products substance for exports. النوع الآخر اللي هو الإندوسايتوسيس. الإندوسايتوسيس عكس الإكزوسايتوسيس. هنا أنا راح يصير عندي capture of substance اللي موجودة بالoutside the cell when the plasma membrane engulf it. The substance subsequently enter the cytoplasm and close in physical. There are three kinds of endocytosis. Phagocytosis or cellular eating اللي هي تحدث نتيجة dissolved material enter the cell. The plasma membrane engulfs the solid material forming phagocytic vesicle. النوع الآخر اللي هو البينوسايتوسيس أو سيلور درينكينج. هذا شون راح يكون؟ راح يكون إنه البلازما ممبرين falls inward to form a channel allowing dissolved substance to enter the cell. When the channel is closed, the liquid is encircled within a pinocytic vesicle. النوع الأخير اللي هو receptor mediated endocytosis occurs when a specific molecule in the fluid surrounding the cell bind to the specialized receptor in the plasma membrane. As in pinocytosis, the plasma membrane falls inward and the formation of vesicle follows. الموضوع الآخر اللي هو الإيوبكتيريا ليكينج سيل وول. مثل ما ذكرنا بداية المحاضرة إنه بعض المايكرو أورجانيزم تفتقد إلى وجود السيل وول مثل المايكوبلازما أو الثيرموبلازما. السبب إنه هي don't synthesize the precursor of peptidoglycan، ما موجود عندها أسلاف البيبتيدوغلايكان. بالمقابل enclosed by unit membrane. هذه النوع من البكتيريا الفاقدة للسيل وول مشابهة للألفورم. الألفورم هي عبارة عن بكتيريا عادية جرام بوزيتيف بكتيريا حاوية على السيل وول، لكن تحت ظرف معين تفقد السيل وول نتيجة مؤثر خارجي external factor، قد يكون ميوتيشن، قد يكون اميون ايفيجن، تنحي أو تخفي مناعي. إذن الألفوم تختلف عن المايكوبلازما. المايكوبلازما أساسا ما عندها البركيرسر أو بيبتيدوغلايكان، لكن الألفوم حاوي على السيل وول لكن تحت ظرف معين تفقد هذا السيل وول. المايكوبلازما never revert to the walled state، ما ممكن أن ترجع إلى الحالة حاطة الخلية البكتيرية بالجدار. There are no antigenic relationship between mycoplasm and ألفوم bacteria. طلابي الأعزاء، بهذا نكون أكملنا الجزء الأول من محاضرة اليوم. ننتقل الآن إلى الجزء الثاني من المحاضرة. Thank you for your listening.